قصص الآيات. كانت قريش تعذب المسلمين ولا تفرق بين فقير تعذبه وبين غني تسلبه جاهه وماله ومكانته، حتى أذن الله للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة. وكان ممن أسلم شاب يدعى صهيبا، كان والده حاكم الأبلة، فعاش صهيب طفولة ناعمة سعيدة إلى أن سبي بهجوم رومي، وقضى طفولته وصدر شبابه في بلاد الروم، وباعه تجار الرقيق أخيرا لعبد الله بن جدعان في مكة، والذي أعجب بذكائه ونشاطه وإخلاصه فأعتقه وأخذ يتاجر معه حتى أصبح لديه المال الكثير. ولما أسلم صهيب وهم بالهجرة أدركه قناصة قريش فصاح فيهم: لقد علمتم أني من أرماكم رجلا، ويم الله، لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم معي في كنانتي، ثم أضربكم بسيفي حتى لا يبقى في يدي منه شيء، فأقدموا إن شئتم، وإن شئتم دللتكم على مالي وتركتموني وشأني. فقبل المشركون المال وانطلق إلى المدينة، فأدرك الرسول صلى الله عليه وسلم في قباء، ولم يكد يراه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ناداه متهللا: ربح البيع أبا يحيى. فقال: يا رسول الله، ما سبقني إليك أحد وما أخبرك إلا جبريل. فنزل فيه قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. قصص الآيات.